ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا وفقرتنا التانية، الفقرة الطبية اللي هنتناول النهاردة فيها موضوع مهم جدا يمكن بيهم كل بيوتنا المصرية، خصوصا ان الموضوع ممكن يكون منتشر جدا بس محدش بيقدر يتكلم فيه، او الناس بتتكسف ان هي تروح للدكتور او تسأل، او بيبتدوا ياخدوا خبراتهم من بعضهم. موضوعنا النهاردة هنتكلم فيه عن التبول اللا إرادي بالنسبة للأطفال. ازاي التبول الارادي بالنسبه للطفل، ازاي اي ام او ازاي اي اب ان هو ممكن يقدر يتعامل معاه، خصوصا ان بعض الناس بتبطل ان هي ممكن انها تشتكي او ان هي ما تقدرش انها تروح للدكتور، او بتبتدي تاخد وصفه معينه من جاره او من صديقه او تقولها اعملي كذا، او في بعض الاحيان بتوصل لمرحله العقاب والتوبيخ البدني والنفسي اللي بيخلي الطفل بدل ما يبطل العادة دي أو يبطل أو يقدر إن هو يتعافى من المرض ده، بل بالعكس ممكن يزيد معاه. النهاردة هنتكلم باستفاضة عن التبول اللا إرادي مع دكتور نذير مجدي، مدرس مساعد جراحة المسالك البولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك، منورنا. نورك. أهلا بك. إحنا عايزين نعرف من حضرتك يعني إيه تبول لا إرادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو التبول اللا إرادي ده هو نوع من أنواع السلس البولي، خلاص، واسمه السلس البولي الليلي، وده طبعا بيحصل للأطفال من فوق سن 5 سنين، خلاص، أثناء النوم. ده نقدر نقول عليه إن هو تبول لا إرادي، لكن قبل 5 سنين ما نقدرش نقول إن احنا نقدر نقول عليه إن هو تبول لا إرادي، لكن من بعد 5 سنين لو المشكلة مستمرة وبتزيد، إن يبقى كل يوم الطفل بيخش ينام بالليل ويحصل ان عنده تبول لا ارادي، خلاص، يبقى يعني الفراش بتاعه مبلول كل يوم، يبقى ده نقدر نقول عليه ان هو تبول لا ارادي. تمام. يعني دلوقتي نقدر نقول ان من سن ال5 سنوات اقدر احكم على الطفل ده ان عنده تبول لا ارادي. ليه بنقول سن 5 سنوات؟ عشان في اعصاب بتغذي المثانه، خلاص، وبتبتدي الاعصاب اللي بتغذي المثانه دي بتبتدي تكمل النمو بتاعها عند سن 5 سنين، بحيث ان هي تدي اشارات للمثانه ان هي تقول للطفل يلا قوم دلوقتي المثانه اتملت، خش الحمام، او ان هو يستحمل او يمسك نفسه لحد الصبح. طيب عشان احكم على ان الطفل دوت عنده تبول لا ارادي، هل بحكم عليه ان هو بيعمل يعني الموضوع التبول ده في المساء فقط او اثناء النوم فقط، ولا في النوم وبالنهار برضو كمان؟ لا، هو بنحكم عليه اثناء النوم، هو ده المعنى التوصيفي للتبول اللا إرادي. أثناء الصباح أو في فترة الصبح العادي دي بيبقى فيه تكرار دخول حمام، بيبقى فيه أسباب ساعات بتساعد على التبول اللا إرادي، إن أنت إن هو بيشرب مية كتير، بيبقى عنده مثانة عصبية، انقباضات عشوائية، دي بتساعد شوية. بس بيروح الحمام بنفسه ولا ممكن ما يلحقش نفسه ويبتدي إن هو يعمل موضوع التبول اللا إرادي ده؟ لا، يعني إن هي تبقى تبول لا إرادي الصبح خالص، دي بتبقى يعني ما بتبقاش موجودة أو قليلة قوي. تمام. ممكن الطفل ساعات بيبقى ملهي في اللعب ساعات ومش عايز يروح فعلا الحمام، بيبقى هو لانه كسلان يروح الحمام فبيستسهل، كسلان يروح الحمام، وبتبقى فيها عوامل مساعده في القصه دي، ان لسه المثانه بتاعته صغيره، بيشرب حاجات كتير زي مشروبات الكافيين، العصاير، مشروبات اللي فيها صودا، فدي كلها بتساعد ان هو المثانه تتملي بسرعه، فبيبقى عايز يخش حمام مكسل، فدي كلها بتساعد ان يزيد موضوع التبول اللا إرادي بالليل. بعض الامهات بتتهم، وخصوصا طبعا لما بتكون يعني قاعده بقى من في قاعده في قاعده نادي او في قاعده بقى في وسط العيله، انت ما عودتيش ابنك ان هو يقلع البامبرز بدري، فهو عشان كده حصل له الموقف ده او حصل له موضوع التبول اللا ارادي. هل فعلا قصه تدريب على البوتي او ان هي قلع البامبرز في وقت من الاوقات بتبقى الام متهمه فيه فعلا، ولا الموضوع ده مش صح؟ لا، هو هي مش عايزين نقول ان هي موضوع متهمه فيه، بس هو طبعا لازم الام يبقى عندها وعي في موضوع ان احنا نبتدي ازاي، امتى نعودها اللي هو البوتي تريننج او اللي هو التبول، وامتى نوقف البامبرز، ولو هناخد القرار او الخطوه دي يبقى لازم ناخدها صح، خلاص، ونعملها صح. فاول حاجه ان احنا المفروض ان احنا من اول سن سنتين نبتدي نفكر ان احنا نقلع خطوه البامبرز، وان هو نعمل له تدريب على التبول. فما تيجي تعملها لازم الام تيجي تعملها، ما تبقاش بقى خلاص هي بتحاول ان هي تشيل البامبرز من الطفل، وفي نفس الوقت بالليل مثلا قبل ما ينام تروح ملبسه له البامبرز عشان تستسهل الموضوع ان هو ما يعملش على نفسه بالليل، فالطفل يلاقي نفسه بالليل لابس البامبرز والصبح مش لابسه، فيستسهل فيعمل بالليل، فبيحصل له نوع من انواع اللخبطه، هو انا هعمل في البامبرز ولا هعمل هروح الحمام؟ وطب وليه اقوم بالليل من النوم واخش الحمام؟ طب انا لابس بامبرز، ماما لابسه بامبرز. فحتى لو الام يعني خايفه
لسه عشان هو لسه في الاول وطبعا بقى الموضوع بقى صعب قوي، يبقى تستنى لحد ما ينام بالليل ويخش في الديب سليب او في النوم العميق خلاص، وتلبسه البامبرز بحيث ان هو ما يكونش عارف انه لبسه، وقبل ما يصحى من النوم تكون شايله له، ده بحيث ان هو لسه بيتعود على موضوع البوتي تريننج او ان هو ان انا ادربه ان هو يقلع البامبرز ازاي. تمام. طيب احنا عندنا دلوقتي بالنسبه للتبول الارادي في اسباب عضويه واسباب نفسيه، ايه ممكن يكون سبب عضوي بيخلي الطفل غصب عنه ان هو يحصل له موضوع التبول الارادي ده زي ما حضرتك ذكرت بعد سن الخمس سنوات؟ السبب العضوي بيبقى فيه كذا سبب عضوي، اول حاجه ممكن يكون صغر حجم المثانه، تكون المثانه بتاعه الطفل مقارنه بجسم الطفل نفسه وبسنه لسه تكون صغيره شويه، فمبتقدرش ان هي تخزن كميه بول مناسبه مع تكرار او كميات الشرب الكبيره، فتلاقيه ان هو بيحصل تبول ارادي. دي نقطه. النقطه الثانيه ممكن يكون خلل هرموني خلاص، زي في هرمون اللي هو الـ ADH اللي هو انتي ديوريتيك هرمون اللي هو بالعربي اللي هو مضاد التبول الاباله، خلاص الهرمون ده بيبقى فيه خلل شويه، فده بيبقى مسؤول ان هو يعمل تركيز لكميه البول خلاص. ممكن يكون الاعصاب اللي بتغذي المثانه لسه ما اكتملش نموها خلاص، فبتديش اشارات كويسه للمثانه. تمام. في حاجات تانية كتير زي طبعا السكر، لو طفل عنده مرض سكر السكر يعني بالنسبه للاطفال طبعا بيبقى مضر منتشر جدا دلوقتي طبعاً. بالنسبه للاطفال وللاسف الناس ما بتكتشفوش بدري، يعني بيكتشفوه يعني تلاقي الطفل مره واحده تعب ودخل مستشفى واللي عنده سكر، فده طبعا بيزود برده من موضوع التبول اللا ارادي. دي اهم الاسباب العضويه. تمام. طب الاسباب النفسيه؟ الاسباب النفسيه بتبقى اكتر حاجه شائعه، ان مثلا في طفل جديد اتولد في البيت او في العيله، فالطفل بيحاول اللي هو اللي عنده مشكله اتراكت اتنشن ان هو يجذب الانتباه خلاص، فيبتدي يقلده خلاص بطبعي، لما يكون طفل لسه جاي جديد وكده فمامته على طول معاه، فهو عايز لا انا عايزك تبقي انت معايا، فيعمل كده انتشنلي او قصده ان هو يعمل كده عشان يخلي مامته معاه، فدي من اهم الاسباب. او مثلا واحد طفل لسه داخل مدرسه جديد فلسه خايف في دخول المدرسه ولسه مش متعود فبيعمل الموضوع ده، بس هي الاهم من القصه دي ان انت ازاي تتعامل مع قصه الطفل، ازاي انت كأم يعني ده من ضمن الحالات الاعراض النفسيه اللي ممكن تخلي الطفل ان هو يلجأ لموضوع التبول الارادي، ان هو ممكن يكون عايز يجذب الانتباه، هو بيبقى بيشد الانتباه، هو مجرد شد الانتباه. في حاجه ثانيه ممكن مثلا معاقبه الام دايما المتكرره او الضرب الشديد، دي بقى خطوه ثانيه بعد كده بقى، يعني هو بقى بيعمل تبول ارادي وانت بتعاقبه وبتتعامل معاه باسلوب، لا هو انا مش قصدي ان هو عشان بيعمل تبول ارادي فالام بتعاقب، المعاقبه الشديده على اي حاجه ايا كانت. لا لو هو في اسلوب التعامل في البيت ان هو بيعاقبوه بالعنف او بالزعيق او بالضرب او اي حاجه عامه في كل التعاملات في البيت او في اسلوب في حياته، طبعا ممكن يكون ده عقاب ليه برضو ان هو بيعمل تبول لا ارادي، يبتدي يخاف او يقلق او يبتدي ان هو يعمل كده كجزء من العقاب رد للقسوه او التعامل اللي هو معاه. طيب انا دلوقتي عندي طفل في البيت عنده تبول لا ارادي، انا عايزه اعرف دلوقتي في بعض الناس ابتدت تقول انا عندي مش اطفال بقى، ابتدى يوصل السن لسن 18 و20 و15 وارقام ما كناش بنسمع عنها، او بمعنى اصح كان ممكن في وقت من الاوقات زمان ما حدش كان بيقول ان هي فعلا ممكن توصل للسن ده بالطفل ان هو يبقى عنده تبول لا ارادي. هل فعلا السن ده اقدر احكم عليه اقول له ان هو انت عندك تبول لا ارادي؟ يعني امتى الموضوع هيتوقف؟ عشان ده اول تقريبا سؤال بيتسال لحضرتك اكيد في العياده، امتى الولد هيبطل؟ هو المفروض ان الولد يبطل عند سن او البنت طبعا يعني. الولد او البنت سواء الطفل يعني من سن 5 سنين يبتدي الموضوع يبقى فيه تحسن كبير قوي بحيث ان ما يبقاش ملحوظ. تمام. لحد 7 سنين، بعد 7 سنين المفروض ان هو بتبقى النسبه حوالي 6% ان ممكن حد يجي له تبول لا ارادي. تمام. بس للاسف دلوقتي بقى بيجي ناس في العياده كتير عندها 13 سنه وفي الجامعه ولسه وفي ثانويه عامه، ده بيوصل بالفعل فعلا لسن 21، واحيانا كان في بعض البنات بتبقوا متزوجات جات وفي منها هتتجوز وبتقول لي خلاص انا هتجوز ولسه بعمل حمام بالليل على نفسي، فطبعا دي مشكله، بس هي مشكله بتبقى اساسا لان انت في اهمال في العلاج من الاول اتثابت وما قررتش انها تتعالج. اللي انت اول سؤال بتسالها طب هو انت من امتى الموضوع ده من عندك؟ من ساعه ما اتولدت، يعني انت قاعده من ساعه ما اتولدتي لحد النهارده ما رحتيش استشرت دكتور، ما سالتيش حد، ما كشفتيش، ما عرفتيش ايه سبب المشكله ازاي نعالجه، فهو ده اللي خلى الموضوع ان يبقى السن الكبير فيه تبول لا ارادي شائع الفتره اللي احنا فيها دلوقتي، لكن المفروض من اول سن 5 سنين الموضوع بيتحسن تدريجيا مع التعليمات وشبه بيروح. طيب لو بدات العلاج من سن فعلا من سن ال5 سنوات، لو فعلا خلاص انا قررت ان الطفل اللي عندي ده عنده تبول لا ارادي، لغايه سن قد ايه اقدر ابتدي اقلق واعرف مثلا هل العلاج ده مش جايب نتيجه مثلا؟ لغايه سن وقت قد ايه تقريبا؟ هو لحد 5 سنين لو طفل جالي خلاص امه بتقول ان هو عنده مشكله، انا ما فيش علاج. علاج دوائي، يعني ما بيبتديش اي علاج دوائي لحد سن 5 سنين. 5 سنين. بس بنعمل ايه؟ بيبقى العلاج كله عباره عن علاج تعليمات خلاص وتحفيز وتشجيع للطفل
خلاص، تمام. وتقول له ان انت نقلل المشروبات والحاجات اللي هي بتساعد على تكميل البوليتين. ده بنسميه اللي هو العلاج الدوائي اللي بنبتديه من سن كام؟ المفروض من اول سن 5 سنين، لو الموضوع بقى واضح جدا وبقى فيه تبول كل يوم بالليل في الفراش، من بعد سن 5 سنين تمام. نبتدي بقى نجمع العلاج الطبي اللي هو الدوائي مع التعليمات، والتعليمات ده طيب جزء انا ممكن اساسي. بقى عايزه حضرتك كده بتفصيليا التعليمات عباره عن ايه؟ 1 2 3 لو قدامك دلوقتي حد في العياده وجايه بتقول لك انا ابني مثلا عنده 7 أو 8 سنين وعنده تبول لا ارادي، اول حاجه هتقولها لام الطفل دي ايه؟ اول حاجه ان الجزء النفسي اهم حاجه، ان تمام. دي مش مشكلته هو لوحده، دي مشكلته ومشكلتك معاه، فلازم انتوا الاثنين تتعاملوا مع بعض، ان انت ما تعاقبيهوش، ان انت ما توبخيهوش، ما تحسيوش ان هو مسؤول على اللي هو فيه، دي مشكله تمام. عنده احنا نحلها خلاص. فهي لازم الام او الولد هتساعده خلاص، تمام. ومفيش زعيق، مفيش مقارنات، مفيش اصل اختك كانت اصغر منك ما بتعملش، ابن خالك، كلام العائلات ده يعني كله. اولا الدعم النفسي الدعم الكامل النفسي للطفل. اول حاجه، سايكولوجيكال لازم تتعامل معاه نفسيا، ان انت دي مشكله عاديه جدا بتحصل واحنا هنعرف نحلها واحنا هنساعد بعض، دي تمام. اول حاجه. تاني حاجه بقى في وفي الجزء كمان اللي هو النفسي ده، ان انت كمان حاول تكافئه. طيب احنا النهارده لو انت كل يوم بالليل ما عملتش حمام على نفسك، خلاص انا هكافئك، هجيب لك هديه، هعمل لك شارت. دي اللي هي بنسميها الجدول اللي بنعمله للطفل الجدول ده علشان خاطر بنعمله له نشوف عدد الليالي الجافه اللي وعدد عمل، الليالي اللي هو عمل فيها تمام، تبول. وبعمل له ريورد عليه، حتى ممكن اعمله زي سبوره كده في الاوضه تمام. خلاص، وادي له ستارز، ادي له نجوم، واقول له ان انت النهارده ما عملتش، بكره ما عملتش، يبقى انت في تحسن، فهو هيبقى مبسوط جدا، يبقى عايز هو اللي نفسه يروح يملى الجدول ده ان هو ما عملش النهارده بكره. عشان المكافأة. عشان المكافأة. عشان المكافأة. تمام، سواء بقى مكافأة رمزية، تعلق له ستارز، نجوم، أي حاجة، فهو نفسه هيبقى مبسوط، فهبقى عايز يعمل كده. تمام. دي أول حاجة. يبقى ده جزء الدعم النفسي. بالنسبة بقى للتعليمات، أهم حاجة إن إحنا الفترة النهارية اللي هي في الصبح لازم نقلل المشروبات والسوائل اللي داخلة الجسم على قد ما نقدر. خلاص؟ من تقريبا من الساعة كام تقريبا؟ المفروض إن إحنا من الصبح لحد الساعة 5 خلاص بنشرب، بس بنحاول ان احنا نبعد عن الكافيين وبنبعد عن المشروبات الغازيه اللي هي الصودا والحاجات دي. الصودا عموما الحاجات دي كلها بتعمل تهيج لجدار المثانه وبتزود على افراز كميه البول بنسبه كبيره. تمام. خلاص، ومن الساعه 5 بقى لحد بالليل بيبقى زي ما احنا نقول كده، بقول للمرضى الشرب على قد العطش، اللي هو عطشان يشرب، يكمل عطش يشرب بقى. ممكن اقلل كمان من فترات مثلا قرب الليل، ان انا اقلل كمان ان انا ابتدي اخد سوائل او كده. ما هي دي بقول لحضرتك، من بعد الساعه 5 على قد ما نقدر خلاص بقى، مفيش بقى سوائل غير على قد العطش. تمام. ويستحسن ان احنا قبل ما ننام بساعتين ما يبقاش في سوائل خالص. تمام. خلاص، يعني لو الطفل بينام الساعه 8 بالليل يبقى الساعه 6 طيب كده مفيش حاجه. طيب ده بيعتبر كده يعني خلصنا كده الشق اللي فيه ولا لسه؟ لسه بقول لحضرتك، دي بالنسبه للحاجات اللي دخلت. تاني حاجه ان احنا قبل ما يخش ينام لازم يخش يفضي البول، يعني تدخل الطفل الحمام وتقول له يعمل حمام قبل ما ينام. اهم خطوه في العلاج ده كله اللي هو حاجه اسمها الارمنج انيوريسيس، او اللي هو نظام الاستيقاظ، اللي هو ان انا انبه الطفل ان انا عايز ازاي يقوم من النوم العميق بتاعه. تمام. ودي اهم خطوه في العلاج، ان انا كل يوم بعد ما الطفل ينام الاب او الام خلاص، وهم يساعدوا بعض كل يوم، حتى يعني واحد فيهم يعمل القصه دي بساعه لساعه ونص بعد ما الطفل يخش في الديب سليب او النوم العميق، ان انا اصحيه. بس الصحيان ما بقاش صحيان اللي هو روتيني، اخده هو نايم كده اقعده على التويليت يعمل حمام واكمل نوم، يبقى كده ما عملناش اي حاجه. لازم اصحيه وبفوقه وبقى الحمام جنبه قريب منه، او الاوضه تبقى قريب من الحمام، بحيث ان هو يروح وهو عارف ان هو راح يعمل حمام. يعني قصه ضبط المنبه كل مثلا نص ساعه او ساعه، دي امر طبيعي بالذات ومش في اول بدايه النوم، اول ما يخش في الديب سليب خلاص. عرفت ان هو تظبط المنبه يبقى كويس جدا، ما عرفتش تظبط المنبه او انت الام، ودي انا بحب الخطوه دي احسن، الام هي اللي تصحيه وتقومه خلاص لحد ما هو يتنبه. هو غالبا مش هيصحى من نفسه لان هو فعلا في نوم عميق جدا، عميق جدا وصعب في الاول، لكن بعد فترات هتلاقي ان هو بعد ما عمل الحركه بتاعت ان هو يقوم، هتلاقي بعد كده بيظبط الام، وبعد كده هتلاقيه هو مش هيقوم اصلا. اصلا ممكن بتكون المشكله في حال الاصل ان هو فعلا نومه العميق بزياده هو اللي مسبب له ان هو مش قادر يحس قادر والمثانه المثانه اتملت، بس ما ادتش اشاره للجهاز العصبي تقول له قوم يلا خش الحمام او كمل الصبح. طيب في حاجه بقى دلوقتي لو انتقلنا للعلاج الدوائي، العلاج الدوائي ممكن ان احنا العلاج إن الدوائي اول حاجه بيبقى فيه اللي هو زي ما قلنا ساعات بيبقى فيه خلل هرموني في اللي هو الاي دي اتش هرمون. تمام. اللي هو مضاد التبول، الهرمون اللي هو مضاد التبول، فده بنديه له علاج، بيبقى ماده فعاله اسمها ديسموبروسين، بنديه بياخد منه قرص بالليل قبل النوم خلاص. تمام. بس لازم برضو نفهم الام خلاص ان العلاج بيحتاج وقت
خلاص ومحتاج متابعه. الوقت ده من 3 لـ 6 شهور عشان تحس بالنتيجه اللي انت محتاجاها من 3 لـ 6 شهور. ما تجيش بعد شهر تلاقي نفسه بقى كويس جدا، بدل ما كان بيعمل كل يوم بعمل مرتين 3 في الشهر، فخلاص انا مش هروح للدكتور اتابع معاه. لا احنا بنعمل جدول، انا ببقى فاهم المرضى جدول بالشهر كامل بعدد الايام وعمل تبول او لم يتبول، وبعد شهر بتتابع معايا بنبتدي ناخد النتائج اللي احنا عايزينها من اول 3 شهور لـ 6 شهور. في حاجه تانية غير الدواء ده، ولا في ولا ده الحاجه الوحيده المتواجده؟ لا ده الدواء الاساسي، لان هو نوع التبول الارادي في حاجه اسمه بدئي اللي هو برايمري او ثانوي هو السكن. ده بالنسبه للبدئي، لكن اللي هو ثانوي اللي هو بقى عنده مشكله اخرى مصاحبه للتبول الارادي. واهم مشكله او مشكله شائعه ان هو بيبقى عنده حاجه اسمها انقباضات عشوائيه في المثانه، يعني المثانه بتنقبض زياده عن الطبيعي. فبتنقبض زياده عن الطبيعي ما بتخليهاش تخزن. ده بيبقى علاجها برضو علاجها نفسي؟ بيبقى لا مش نفسي، هو بيبقى بتاخد دواء بيهدي خلاص الماده كده اسمها سولفينسين، بتاخد بتهدي المثانه، بتهدي المثانه او بتهدي انقباضات المثانه، انقباضات المثانه العشوائيه، فتخلي المثانه ان هي تقدر تختزل البول. في جزء جراحي ممكن نلجا ليه في الاخر خالص، ولا مفيش حاجه زي كده خالص؟ لا مفيش. في حاجات بقى بره كده بيجربوها ان احنا نعمل حاجه اسمها الكتريك ستيميوليشن، نركب حاجات، بس ما بتعملش الاطفال، بتعمل في الناس اللي عندهم سلس بولي في الكبار. في الكبار مش في الصغيرين خالص، ونتائجها مش اللي هي المرجوه قوي يعني. بس لكن هو اهم خطوه في العلاج اللي هو ديسم بروسين، اللي هو بدي، اللي هو ثانوي. لو هو مثلا عنده التهابات في مجرى البول وعملتيه تحليل بول ولقيت ان هو عنده التهاب في مجرى البول، ساعات الالتهاب في مجرى البول بيعمل تهيج لجدار المثانه فما تخليهاش تخزن بول، فساعتها نعالج الالتهاب في مجرى البول بمضاد حيوي. خلاص معنى كده من كلام حضرتك ان انا الجا للدكتور ده امر يعني مسلم بيه. لازم الموضوع ما اروحش الوصفات، ما اروحش اسال جارتي، ما اروحش اسال حد معرفه او عنده سابق يعني مشكله عنده ولجا ليها ان هو عشان خاطر يحل المشكله زي ما المشكله الثانيه بتاعت جارتي حلتها. فده طبعا نوع من انواع الخطا جدا. انا في نهايه الحلقه بشكر حضرتك دكتور نذير مجدي، مدرس مساعد جراحه المسالك البوليه بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. حضرتك نورتنا النهارده يا دكتور. نورك، ميرسي قوي لحضرتك، شكرا. السلس البولي او التبول الارادي في الاطفال حاجه موجوده في مجتمعنا بصوره كبيره جدا جدا جدا. ما ندفنش راسنا في الرمل، ولازم نروح للدكتور علشان خاطر نقدر نحدد سبب المشكله، واللي غالبا ما بيكون علاجها سهل لو احنا اعترفنا بيها من البدايه وبدانا ان احنا نتعامل معاها كمشكله وكواقع، وما احطش راسي في الرمل واتكسف او اخلي ابني يتكسف من حاجه هو ملوش يد فيها. النهارده خلصت حلقتنا، كنت معاكم انا ايمان عزيزه. انتظروني الحلقه الجايه يوم السبت القادم الساعه 10 على الهواء مباشره، وحلقه جديده من سكه السلام.